مرحب بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لكم اتأسس في الأهلي، انتقل لإنبي وتألق معاهم، ثم انتقل للزمالك. كابتن أسامة حسن واحد من أهم ظهراء اللي شغلوا المكان ده في الفترة الأخيرة، ضيفنا النهارده في سوبر تايم. برحب بيك كابتن أسامة. كريم، ازيك كريم؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ وأنت والله أخبار الدنيا إيه؟ زي الفل الحمد لله. تعالى نبدأ على طول بقى مع بعض كده في السريع، نرجع في إيه 20 سنة مثلا على مشوارك مع الكورة. ابتدى كام؟ ابتديت سنة 89 90. ماشي. كنت بلعب في الشارع في شبرا عندنا، جه كان بيعدوا بقى كشافين ساعتها في الماضي الشعبية دلوقتي، كان خدني اسمه كابتن صبحي. ماشي. خدني وداني النادي الأهلي. أيوه. والله كريم رحت الصبح مضيت بالليل. والله في نفس اليوم. نفس اليوم. ماشي. وخلي بالك يعني العشر سنين اللي قعدتهم دول خدت فيهم أحسن لاعب كل طول السنين دي كلها. أنت قعدت 10 سنين في النادي الأهلي. كنت بلعب ديفندر وكنت بلعب باك ليفت. أنا عارف. وده غريب. انت بقيت باك شمال في امبي. لا، كابتن مختار وكابتن ديوس السيد هم رجعوا لي باك ليفت. ده في الاهلي. في الاواخر بقى. رجعوا لي باك ليفت. انت كنت تقريبا الديفندر الوحيد الاشول. كنت بلعب انا وابراهيم سعيد وحسام غالي. احنا الثلاثه. تعالوا في نص ملعب انتوا الثلاثه. احنا الثلاثه. نص ملعب نار طبعا. لا، وقدام نار بقى احمد صلاح حسني وفضل وبلال. اصلا. كنا فرقه جامده بصراحه. جدا. الفرقه دي كان المرحله العمريه دي كانت جامده جدا في الوقت ده. جدا. كنا فرقه جامده ساعتها. حلو. قعدت 10 سنين جوه النادي الاهلي.